CNDP, لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، توصلت تقريبا ولا بالضبط ب 1343 شكاية في سنة 2021، وهذا العدد ديال الشكايات كل سنة كيمشي وتيزداد، لأنه بدات اللجنة في النواحي ديال 2012 2013 بشي 7 ولا ديال الشكايات، ومن بعد وصلت ل 200 300 400، وهي كل عام تتزاد. طبيعة الشكايات مختلفة، كاين الشكايات اللي تتهم كاميرات المراقبة، واحد عنده جاروت يعمل شي كاميرا تي يعتبر انه تتمس بالحياة الخاصة ديالو. كاين شكايات اللي تتهم الاستقراء المباشر، يعني الشركات اللي تيصيفطوا الاس ام اس ولا تيتصلوا باش يحاولوا يبيعوا اشياء وتيزعجوا الحياة الخاصة ديال المواطنين. كاين شكايات اللي عندها علاقة، بحال هاد سنة 2021 كانوا انتخابات، وكانوا شكايات اللي عندها علاقة بالتواصل السياسي عبر اس ام اس ولا عبر طرق اخرى. كاين شكايات اللي عندها صلة بالعلاقة ما بين المواطن والشركة اللي تشتغل فيها، تعتبر انه تستعمل معطيات ذات الطابع الشخصي بدون احترام القانون. هي مسائل يعني طبيعة مختلفة. اللجنة الوطنية اخترت واحد المقاربة، هي مقاربة بيداغوجية ديال الشرح ديال تحسيس المواطنين بحقوقهم، وديال محاولات يعني باش نبرزو ولا نهيكلو حلول بالتي هي احسن. ما تندوزو للنيابة العامة حتى تيكون كاين صعوبات كبيرة، ولا كاين واحد النوع ديال عدم الاستماع من طرف الناس، عاد تندوزو للنيابة العامة. منذ 2014 تقريبا واحد 188 شكاية دازت للنيابة العامة. دونك الآن دابا حنا تنشتغلو باش هاد الوتيرة تكبر. علاش؟ لأنه تنشتغلو باش نكونو حنا تنجاوبو على الشكايات في وقتهم، لأنه الشكايات يعني القانون ما تعطيش واحد المدة، ولكن حنا بغينا نفرضو على راسنا رغم أنه القانون ما عطيش هاد المدة، باش نبداو نجاوبو على الشكايات في تقريبا شهرين، باش لما تسواتش الوضعية في ديك الشهرين هندوزو النيابة العامة. أغلبيتها كانت على عندها علاقة بالإس إم إس، هادوك الناس اللي تيصيفطوا الإس إم إس تيغرقوا المواطنين بالإس إم إس، وكنا حاولنا نتكلموا معاهم، ولكن جبرنا حلول أخرى. جبرنا حلول أخرى، اشتغلنا مع الشركات اللي تتصيفط الإس إم إس، واشتغلنا مع لاين اختي، واشتغلنا مع شركات بحال ماروك تيليكوم واورانج وانوي، وبان انه هذه الشركات محترمه القانون بطريقه جيده، وانه المشكل ديال الاس ام اس كاين من طرف عناصر اللي كيستعملوا ارقام الهاتف غير مؤهله باش تصيفط الاس ام اس. وحنا دابا تنشتغلوا معاهم، وهاي الاس ام اس دابا المواطنين يمكنوا يلاحظوا ان واحد العدد ديال الاس ام اس فيهم واحد ستوب اس ام اس لتحت، اللي يمكن يوقفوا انه يبقوا في يعني تيتم بهم الاتصال عن هذه الطريقه هذه. هو القانون واضح بالنسبه لهذا كاميرات المراقبه، خص الانسان في حقه باش يستعمل الكاميرا باش يحمي نفسه، ولا يحمي مؤسسة معينة ولا عمارة معينة ولا دار ولا هذا، ولكن ما خصوش يمس بالحياة الخاصة ديال الآخر. شو المعنى ديال ما يمس بالحياة الخاصة ديال الآخر؟ هي بحال دابا كانت واحد العمارة وكان في الدخلة ديال العمارة هيعملوا كاميرات مراقبة، خص هذاك السانديك يكون خدار قرار فوق 75% ديال الأصوات أنه هيحطوا هذيك الكاميرا.
وهذيك الكاميرا ما خصهاش بحال دابا الا كنا في باب ديال العماره ما خصهاش تمشي على التروطوار على الرصيف، لانه الا كان شي واحد هيدوز وهيرجع ما خصناش حنا ما عندنا علاقه به نشوفوا انه راه داز في الساعه الفلانيه ورجع في الساعه الفلانيه وعاود رجع وعاود مشى. دونك خص كاين واحد الضوابط ديال احترام الحياه الخاصه ديال الاخر باش يمكن المواطن اللي دايز تيشوف واحد الكاميرا تيطمئن، خصو يبان له انه هذيك كاميرا المراقبه راهي تم الاشعار بها اللجنه الوطنيه. دونك تيكون واحد الملصق اخباري تيكون محطوط تيعطي رقم ديال القرار انه راه هذيك الكاميرا راه تم اشعار اللجنه الوطنيه، وتيعطي الكيفيه ديال الاتصال بالمسؤول على المعالجه ديال هذيك الكاميرا. تسمى المشروع الضخم اللي هو تعميم ديال لامو في من طرف راس ان اس اس، الدور ديال اللجنه دور مواكبه، لانه هذا مثال من الامثله اللي ذكرت قبيله. أي ما يمكنناش نقولوا للناس وقفوا عافاك حتى تعملوا الملائمة عن مشروع في المشروع. إذن اخترعنا واحد كيفية اللي هتمكن باش نتقدموا في أفق الملائمة بدون عرقلة العمل ديال المشروع. اعتبرنا أنه لا سينيسيس تتجاوب مع واحد مجموعة ديال إما شركات إما مؤسسات إما تيوصلوها اللائحة ديال الناس اللي خصهم يتم إدماجهم من طرف مراكز معينة، خصهم بعد يشوفوا مع مديرية العامة للأمن الوطني يعني الهوية ديال هذوك الناس، واش الرقم ديال لاكارت ناسيونال هو هذاك واش كذا كذا. بعد خصهم يتفاعلوا مع ماروك تيليكوم إنوي أورانج باش يحاولوا يحصلوا على الأرقام ديال الهاتف باش يمكن لهم يخبروا هاد الناس أنه راه مؤهلين باش يتم إدماجهم. من بعد خصهم يتفاعلوا مع الأبناك باش يعرفوا شنو الحسابات ديال الناس باش يمكن يخلصوهم. لا بغينا نعملوا أنه الملائمة خاصها تكون كل واحد وحتى يكون كل شيء يعني مطابق عند ينطلق المشروع، عندهم كل مدى غتكون صعوبات. إذن شنو عملنا؟ اعتبرنا أنه لا سي إن إس إس هي تيت دو فيل، هي اللي تدير المشروع. المؤسسات الأخرى كلها مؤسسات جدية، لا الأبناك لا الناس ديال المواصلات الاعداد، وكلهم مؤسسات جديه وتيحترموا القانون بطريقه يعني مهمه. اذا اعتبرنا انه يكفي انه سينيسيس تعطينا اللائحه ديال المؤسسات اللي تتفاعل معها، وحنا نتصلوا مباشره بهذيك المؤسسات باش نحرصوا على الملائمه بالنسبه لهذه المعالجه خصيصا. إذن هذه العملية دي مكنتنا باش نشتغلوا باش نضمنوا الملائمة ديال هذا الإيكوسيستم بلا ما نوقفوا ولا نعرقلوا الأشياء. ولكن أستاذ هي مخالفة للقانون.